بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل الارض كلها امين. نعيد احبائي لميلاد المسيح. ولما نعيد لميلاد المسيح احنا مش بنعيش الذكريات، ولكن بنعيش حدث دائم وفرح بلا حد، فرح بلا حد. قال عنه الملاك كده: أبشركم بفرح عظيم مش زي أفراح العالم. أفراح العالم محدودة ومؤقتة جدا، لكن الفرح في الكنيسة فرح يفوق العقل، يفوق كل ظروف الإنسان. مهما كانت ظروفه تلاقيه فرحان، فرحان جدا، لدرجة إن أجدادنا وأبائنا اللي استشهدوا حيروا الملوك والولاة اللي كانوا بيعذبوهم، يلهم بيقابلوا كل الآلام وهم فرحانين جدا، بيقابلوا الموت وهم فرحانين جدا. يحكوا ان في شخص مسيحي راح بلاد وثنية فبيشتغل هناك، والعقد بتاعه انك ما تتكلمش عن عقيدتك خالص نهائي، تتأدي عملك وتاخد الدخل اللي تستحقه، ما تفتحش بقك في حكاية في عقيدة. فالرجل كان أمين في الحكاية دي. فوجئوا إن بعد انتقال هذا الإنسان من العالم إن كل البلد بلا استثناء راحوا يبحثوا عن سر هذا الإنسان، وطلبوا إنهم يشوفوا الرجل ده إيه؟ إيه العقيدة بتاعته؟ وإيه المفهوم بتاع حياته؟ وصلوا إن الإنجيل هو الأساس، فكلهم دخلوا المسيحية وسألوا إيه السبب؟ إيه السبب؟ لو السبب بسيط جدا، قالوا إن الرجل ده ساعة موته في نظرهم كان مبتسم جدا، كان مبتسم جدا وفرحان جدا، بخلاف كل إنسان عرفوه بيموت وهو مكتئب جدا وحزين جدا ومتألم جدا. فإزاي ده بيواجه الموت بالفرح ده؟ فرح زي ما قلت لك يفوق العقل. قال عنه كده: أبشركم بفرح عظيم. ياريت نقتني هذا الفرح، ياريت نقتنيه مهما كانت الظروف اللي انت عايش فيها، مهما كانت الأحوال اللي حواليك، مهما كان العالم من حولك. انت فرحان بالمسيح ولا لا؟ ممكن تمر بضيقات، ممكن تمر بآلام، ممكن إنسان مريض تلاقيه فرحان، المسيح الحقيقي تلاقيه فرحان، فرحان جدا. وأعظم فرح بقى ساعة لما نفسه تفارق هذا العالم، فرحان جدا لأنه هيلتقي بعريس نفسه. النقطة الثانية، قال إن الفرح ده يشمل الكل، فرح لجميع الشعب، فرح لجميع الشعب، يشترك فيه الكل، كل واحد، مش بس الشعب،
لا عايز اقول لك كمان العالم كله ميلاد المسيح احبائي لما نعرفه بحقيقته فرح غير محدود زي ما قلت لك. ليه؟ لانه يشمل كل انسان في العالم، مع ان يعني اللي حصل واللي احنا بنشوفه ان مش الكل متمتعين بالامور اللي احنا بنعيشها كمسيحيين. ليه؟ يعني مش دريانين بالحقيقة، مش دريان بيها. فالفرح ده للكل. طب ايه موضوع الفرح؟ يا ترى الفرح بالنسبة لنا مظهر بنعيشه؟ يعني مثلا لبس جديد، لبس جديد ممكن يفرح. نهاية الصوم جايز البعض يفرح بيها. أكلة كويسة جايز البعض يفرح بيها. لكن هو قال كده: أبشركم بفرح عظيم أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ده موضوع الفرح بتاعنا، ده موضوع الفرح، إن المسيح مولود. يقول لك ولد لكم، يعني إيه؟ يعني لازم كل واحد فينا النهاردة يعرف المسيح مولود عشانه هو. اسألك اقول لك المسيح اتولد عشان مين؟ شاور عشان انا، عشاني عشان كل واحد. هو صحيح المولود المسيح اتولد من اجل العالم كله، لكن في ذات الوقت مولود لكل واحد فينا، لكل واحد فينا. هل تدرك ان المسيح اتولد عشانك؟ اتولد عشانك. انت فرحان عشان المسيح اتولد عشانك، ولا ترى احنا جايين بنجامل مناسبة احنا براها؟ ده يبتدي القداس بتحليل، يقول الأركان، يقول ايه قدام هذا اليوم يا رب؟ الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل واحد فينا مشترك، كل واحد فينا مشترك، مش ما فيش واحد جاي مستمع، ما فيش واحد جاي متفرج. أنت شريك، أنت شريك في القداس ده، أنت شريك في ولادة المسيحية المسيح، أنت شريك فيه، ليك فيها. فهل ترى انت بتاخد نصيبك من مسيحيتك ولا متجريان بيه؟ انه ولد لكم اليوم. مهما كان الانسان ده، مهما كانت ظروف الانسان، حتى اشر الخطاة المسيح ما اتولد عشان. تقول يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك اتولد عشان كل العالم، عشان كل واحد في العالم. فياريت ان احنا نعرف الحكايه دي. موضوع فرحنا هو شخص المسيح اللي اتولد عشاني انا. ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. طب مين هو المولود ده؟ قال ده مخلص. مخلص ايه؟ بعض الناس فاكرين المسيح اتولد عشان خاطر مجرد شوية معجزات يعملها، مرضى يشفيهم، الناس معذبين بأرواح نجسة يخرج لهم الأرواح النجسة، الناس عشان خاطر في مشروع في ايديهم ومنجح لهم المشروع ده. صحيح المسيح عمل في الحاجات دي، لكن في آية واضحة جدا بتقول لك إيه؟ إن كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط، يبقى إحنا أغلب الناس كلها ما فهمناش مسيحيتنا، ما فهمناهاش. المسيح أحبائي جاي مخلص، مخلص، ومخلص من أفظع شيء أصاب الإنسان وملوش حل أبدا غير ان المسيح يتجسد. تفتكروا ساعة لما ادم اخطأ حصل ايه؟ ربنا قال كلمة صعبة جدا،
قال له ملعون الأرض بسببك. خطيتك يا آدم جابت اللعنة للأرض كلها، واللعنة دي عانى منها كل الخليقة بلا استثناء. بقت الأرض تبص لآدم كده، إيه اللي عملته؟ ليه كده؟ ليه كده؟ المسيح النهاردة بقى بيشيل اللعنة دي، بيشيل اللعنة دي. والنهاردة المسيح اتولد عشان خاطر يشيل عنك جميع خطاياك بلا استثناء. الشيطان يقعد يسهل للإنسان ارتكاب الخطية بطرق متعددة، ويغريه قوي قوي ويقنعه بيها. وبعد ما الإنسان ينخدع يجي الشيطان يروح ضربه الضربة التانية، قل له أنت أخطيت في حق ربنا، مفيش فايدة لي، مفيش رجاء ليك، مفيش رجاء ليك. يقع الإنسان في اليأس زي ما يهوذا وقع في اليأس وراح خنق نفسه، يأس. النهارده المسيح بيقول لك أنا مولود عشانك مهما كانت خطيتك، بس الكلام ده مش معناه إنك أنت تستمر في ارتكاب الخطايا، لأن الخطية ظلمة، خطية ظلمة. وأنت أنت بتتمتع بالنور الحقيقي اللي ولد من أجلك، زي ما قديس يوحنا الإنجيلي قال كده، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، أو حل فينا، حل فينا. كل واحد فينا مسيح جواه، مسيح جواه. قال عنه بولس الرسول كده، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وبالتالي يبقى كل كلمة بقولها المفروض أنها المسيح اللي بيقولها، كل نظرة بنظرها المفروض دي نظرة المسيح، كل ما هسمع المفروض ده اللي هيسمعه المسيح. عشان كده جه وقت بولس الرسول قال ايه، أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ معقولة الكلام ده؟ يعني ممكن آخذ لساني اللي المفروض ينطق عليه المسيح وأتكلم بكلام وحش ما يلقش؟ ولا ممكن اخذ العين اللي هي مفروض انها تنظر نظرة المسيح لكل شيء، ابص انا على بطريقة شريرة، نظرات شريرة، او امد ايد المسيح لفعل الشر، او رجلين المسيح تمشي في طريق شر اطلاقا اطلاقا. فالمسيح احبائي جه يخلصنا من كل ما هو ظلمة في العالم. الخطية ظلمة، ظلمة. عارفين يعني ايه ظلمة؟ يعني عشان كده تبص تلاقي الانسان اللي بيرتكب الخطأ بيعمله في الظلمة، مش فاهم ان هو نور. عشان كده المسيح قال ايه؟ قال انا نور العالم، وبعدين رجع قال ايه؟ انتم نور العالم. طب ازاي؟ طب هو النور الحقيقي صحيح، طب ازاي انا كانسان ابقى نور العالم؟ ما دام انا في المسيح بقيت نور للعالم، بس فاضل ان انا اعيش النور ده وتشوفه الناس، وبالتالي تبقى دي كرازة لكل انسان ان المسيح ولد من اجله ومن اجل خلاص نفسه. في نقطة مهمة، ان كان المسيح عمل ده كله، ان كان ربنا عمل ده كله من اجل خلاص الانسان، طب يا ترى دورك انت ايه في هذا الخلاص؟ لأن في بعض الناس مش مدركين إن لهم دور في الخلاص. فاكر إيه؟ إن الخلاص ده ربنا مسؤول عنه. عايز أقول لك اللي مسؤول عنه ربنا، ربنا وفاه بكل أمانة. يقول لي خلاصي، خلاصي مسؤول عنه الكنيسة. أقول لك برضو الكنيسة بتبذل أقصى ما عندها عشان خاطر تؤدي الواجب بتاعها، لأنها ممكن تدان
من أجل هلاك شعب ربنا. لكن في نفس الوقت هل أنت تكمل خلاص نفسك؟ هل أنت بتكمل خلاص ده لنفسك ولا لا؟ تقول يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك يعني أنت لما تعرف أن المسيح اتولد، هل أنت فعلا بتعيش أن المسيح مولود عشانك؟ ولا أهو يومه هيعدي؟ عايز أقول لك المجوس اللي جاي من آخر الدنيا لما شافوا المسيح ما رجعوش زي ما جم، ما رجعوش زي ما جم، ملك قال لهم ترجعوا من طريق آخر. فأنا يا ترى لما باجي الكنيسة بخرج زي ما جيت ولا بخرج إنسان تاني؟ مشكلتنا إن احنا بنيجي الكنيسة عشان نطلع نلاقي العالم بره متغير. كل واحد فينا فاكر كده، نيجي الكنيسة يرجع يلاقي العالم بره متغير. يعني ايه؟ يعني العالم ما بقاش فيه غش ولا فيه كذب ولا فيه شتيمة ولا فيه مناظر شريرة، فانا هعيش بقى في ايه؟ في عالم القداسة. احنا فاكرين كده، واحد يروح الكنيسة ويتناول بعدين فاكر انه هيرجع البيت يلاقي ان البيت هناك بقوا مقدسين. لا، هو الحقيقة مش كده. الحقيقة انك انت بتخش الكنيسة تطلع منها قديس. ليه؟ انك دخلت وتناولت فشلت المسيح في كيانك، وبالتالي تغيرت، انت تغيرت. مشكلتنا الحقيقية هي دي، نحن بنصلي ونطلع من الصلاة زي ما كنا، وبنقرأ الإنجيل وبنطلع من قراءة الإنجيل زي ما كنا، وبنيجي الكنيسة وبنطلع من الكنيسة زي ما كنا، ما بنتغيرش، ما بنتغيرش. كل اللي احنا عايزينه ايه؟ ان العالم هو اللي يتغير، يتغير. فانا ارتاح لان العالم اتغير، وانا ارتاح واعيش زي ما انا عايز. لا احبائي، احبائي لا. النهاردة كان المسيح اتولد عشان كل واحد فينا المفروض ان انا اطلع كائن اخر، إنسان تاني. العالم يشوف فيا، الرجاء يسألني إيه اللي جرالك؟ أنت إيه اللي حصل معاك؟ ودي مشكلة كتير جدا من البيوت، إن كل بيت اللي فيه بيشوفوا اللي بيروحوا الكنيسة عايشين إزاي. فإن كان اللي عايش الكنيسة اللي عايش أمانة، عايش بأمانة، يقول لك ما أنا أروح الكنيسة عشان أبقى زيه، أروح الكنيسة عشان أبقى زيه، أتغير زيه. لكن المشكلة تقول لك إيه؟ طب هو يعني اللي راح الكنيسة ما بيتغيرش، بيرجع بيشتم تاني وبيحلف تاني وبياخد حاجة مش بتاعته زي ما هي، بيتكلم عن الناس زي ما كان، ما بيتغيرش. طب إيه الفايدة؟ التأثير أحبائي مش في ربنا ولا في كلام ربنا ولا في الكنيسة، ولكن التأثير في إن أنا فاهم غلط، أنا فاهم غلط. المفروض إن أنا خارج إنسان نقي قديس للعالم، يشوفوا في قداسة المسيح، يشوفوا في صورة المسيح، يشوفوا في هيئة المسيح، فيحبوا المسيح. ربنا قادر إن هو يعطينا هذا الفرح العظيم أنه ولد لنا مخلص هو المسيح الرب، لإلهنا المجد الدائم للأبد، أمين. Oh.
قال قال لي سجاد تينا